عملياتها المتواصلة ضد أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم في الغوطة الشرقية وريف دمشق الشمالي والجنوبي، دمرت وحدات من جيشنا الباسل مستودع أسلحة وذخيرة وورشة لتصنيع قذائف الهاون، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم. وخلال عملية نوعية لميامين الوطن في منطقة حجيرة، تم القضاء على عدد من الإرهابيين من بينهم الإرهابي السعودي قاسم سلطان الدوسري وفادي بيطار وحسن حمدي المشتولي ومجد العقيلي، كما تم تدمير مستودع لأسلحة وذخيرة الإرهابيين شرق برج المعلمين بحي جوبر. وسحق بواسل الجيش عددا من الإرهابيين منهم أحمد العاصي، هذا إضافة لتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين عند نفق حرملة. وتصدت قواتنا المسلحة الباسلة لتجمعات الإرهابيين في المزارع المحيطة ببلدتي البحارية ودير سلمان بالغوطة الشرقية، ودمرت أسلحتهم وعتادهم، ومن بين القتلى عبد الرحمن فلاحة وصالح قاسم جغنون وأحد متزعمي المجموعات الإرهابية الملقب أبو بكر شحادة. إلى ذلك عثرت وحدة من جيشنا الباسل على مشفى ميداني في خان الشيح وبداخله مواد طبية نهبها الإرهابيون من العيادات والمراكز الطبية الخاصة والعامة في المنطقة، ودمرت وكرا لهم بما فيه من أسلحة وذخيرة وإرهابيين.